سياش من المغرب سياش حكيم جول. شنو هذا؟ شنو هذا؟ جول جول جول. نار 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 يا حبيبي نار. التسريبة تشوف معايا اللقطة، تمريرة خاطئة من 55 متر، الهدية لا ترد وإن كانت عند حكيمي بعيني مغمضين كيف كنقولوا، فقط تبعها الحارس جورجي ما مارتش بايلي وهي تستقر في المرمى. الهدف كيجي في الدقيقة 29، ثنائية لفائدة الأسود، أسود الأطلس التي نريدها أن تزعر وتترك صداها. قبل ما تخرجوا تابوناو على لاشين يوتيوب، بارطاجيو لا فيديو وديروا جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد سوم تيفي، وما تنساش تشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.